So let's skip all the rest of the presentation and go straight to, I don't know, the internet. والآن سوف نحاول أن نتعرف على ما هذه الخدمة بطريقة مباشرة وعرض حي لها. فالآن سوف نربط بالإنترنت وبإمكاننا أن نتعرف على ما هذه التقنية توفر. وبس للتذكير أن المبادرة هذه من قبل كان الشخص ذو الإعاقة يجب عليه أن يحمل برامج متخصصة على جهازه أو يستخدم برنامج متخصص على جهازه، إذ كان برنامج ناطق أو إذ كان برنامج يتعلق بلغة الإشارة أو إذ كان برنامج مهيئ لأشخاص ذوي إعاقة حركية. ولكن عن طريق هذه المبادرة الآن بإمكان الشخص أن يدخل إلى هذه الخدمة، والخدمة تتعرف على اسم الشخص وكلمة السر لهذا الشخص، وتتعرف على احتياجاته وعلى إمكانياته، وتهيئ المحتوى الرقمي وتهيئ الخدمات الرقمية لتكون سلسة، وبإمكانها أن يتواصل الشخص ذوي الإعاقة معها. فهذه ربما إذا فكرنا بإمكانها أن تطبق في مجال الأجهزة الآلية الصرافة الATM، بإمكان مثلا بنك معين في قطر أن يستخدم هذه التقنية، وبعد أن تدخل اسمك ورقمك السري في جهاز الصراف الآلي بإمكان الصراف الآلي يتعرف بأنك أصم، فيحول كل المحتويات إلى لغة إشارة. وإذا كان الشخص الآخر كفيف ويدخل إلى نفس الجهاز للصرف الآلي بإمكان الجهاز أن يتعرف، بعد أن يتعرف على اسمه وكلمة الكلمة السرية، أن يعرف أن هذا الشخص كفيف، فيحول كل المحتويات إلى محتويات ناطقة. وكذا يعني هذه هي طريقة عملية هذه التقنية، وهذه أهمية وضع التقنيات على الإنترنت. فالإنترنت يعمل. I have no idea what you said, but it sounded interesting. sorry, we have a technical problem. We don't have internet. So I will now. There is a browser here, and I will activate assistive tools which are built in the Internet Explorer. Without having the connection, but you will see anyhow because time is running too fast. والآن سوف أوريكم يعني عرضا حي لهذه المبادرة بتفعيل أمور موجودة في Internet Explorer الذي مختص بالأشخاص ذوي الإعاقة. So, for instance, I activate now the scanning mode. So you see, this is an assistive tool built in Internet Explorer 9. So therefore, any user with physical impairment cannot control a mouse, for instance, can activate through the cloud the scanning mode that we are seeing over there. So any content, link, object, image within a web page is sequentially highlighted, and therefore, with a click can be generated by an eyebrow movement or a switch or any other activities, this will allow the person to navigate through internet, through the web. And by offering web-based services, applications, we can guarantee full accessibility. So the Microsoft web apps like Word, Excel, and PowerPoint, which are on the web and free access, we can guarantee full accessibility to this service anytime, anywhere, because we have the assistive tools built in the browser. This is the scanning mode, which is Wait, one. Let me explain that, Claude. Sorry. No problem. ماذا ترون الآن على الشاشة هو شيء مفعل وموجود داخل برنامج التصفح اللي هو Internet Explorer لشركة مايكروسوفت. هذا برنامج تصفح يكون متواجد لكل مستخدمين برامج مايكروسوفت. نرى هنا على الشاشة هذه الخطوط الصفراء والحمراء تذهب من مكان إلى مكان أوتوماتيكيا. الشخص ذوي الإعاقة الذي لا يمكنه أن يستخدم الماوس أو يستخدم الكيبورد بإمكانه انتظار هذه الخطوط الحمراء والصفراء عندما تكون فوق الصفراء
الصورة أو فوق الزر الذي يرغب بأن يفعله، وفقط برمش العينين أو فقط بكبس زر معين يفعل هذه التقنيات. فخدمة لوسيتك هي مبنية لكي تكون متفاعلة ومتواصلة مع هذه الخدمات أو التقنيات. So while there are people working for me for free, the second assistive tools that we have implemented is the same concept of scanning mode, but it's manual. And this has been done for people with physical disability but with muscular spasm, where the timing of clicking, performing a click, is always a problem. So this is an additional assistive tool that we have built in. وأيضا هناك نوع آخر من هذه التقنية الذي هي مهيئة لأشخاص الذين لا يمكنهم التحرك بعضلاتهم بطريقة مركزة، فهي تفعل هذه العملية التي هي عملية تحول نقطة الخط الأحمر أو الأصفر وتحولها من زر إلى آخر أو من صورة إلى أخرى بطريقة أكثر مركزة وبطريقة أكثر مهيئة لأشخاص الذين يمتلكون إعاقات أكثر معقدة. So it exists. We cannot see it, but really, I can guarantee to you that everything I'm saying is true. أنا أؤكدكم أنني لن أكذب، يعني أعلم أنكم لم ترون هذا الشيء لسبب انقطاع الإنترنت معنا اليوم، ولكن أوعدكم أن كل ما تحدثت عليه هو حقيقة موجود في خدمتنا. So we have built in also still have problems. The scanning mode, as I told you, and then we have built in the EVIACAM, which is an open source tracking software, which is based on the standard webcam that is present in any computer, and I can control the cursor with my head movements. الآن ترون أن كلاوديو يحرك الماوس بحركة رأسه، وهذه الخدمة أيضا متوفرة عن طريق مبادرتهم، وبإمكان أي شخص ذوي إعاقة حركية أن يستخدم هذه التقنية. وأيضا نذكركم أن هذه الأشياء لا يجب أن تكون محملة على كمبيوتركم، ولكن بإمكانكم فقط عن طريق دخول هذه الخدمة استخدام هذه الأمور للتواصل مع كل المحتويات. An additional one is the XY mouse that we have implemented. Therefore, there is a bar scrolling the screen with an external switch or any other activities. I can activate the horizontal one, so I can click anywhere on the screen with just one click. ترون الآن هذه الفكرة، يعني مثل ما رأينا من قبل مرة ثانية. One more time, Claudio. Can you show one more time? الخط الذي يذهب حول الشاشة عندما كلاوديو ينقر عليها كليك يتوقف ويدخل الخط من فوق وينقر مرة ثانية، وها هنا الآن هو حدد أين يريد أن يحدد الماوس أو يقف الماوس، وبإمكانها هذه التقنيات أن تستخدم من قبل أشخاص ذوي إعاقة حركية. Then we have implemented the management from the cloud, from the user profile of the magnifier, which is built in Windows. So for low vision people, this is the solution, one of the solutions that is available. وهذه مكبرات للشاشة أيضا متواجدة على ما يسمى بالغيمة أو على الإنترنت لكي تكبر المحتويات لأشخاص الذي يعانون من ضعف بصر. Then we have other screen reader. ولدينا أيضا برامج ناطقة. So there is no content to read to be read out loud, but this is a screen reader which is built in the internet browser. وهذا البرنامج الناطق متواجد في الغيمة أو في الكلاود، يعني لا يجب عليك أن تحمله على جهازك، ولكن فقط بالدخول إلى هذه الخدمة يكون متوفر لديك لتصفح كل المحتويات. So this is the concept of what we are building. We have at the moment 10 assistive technology software based built in Internet Explorer. We are going to open our initial work to open source communities in order to allow developers from all over the world to improve what we have done and to enlarge the system of assistive tools. وهذه يعني فكرة مبسطة عن المبادرة، ونحن أيضا فتحنا الأبواب للمتطورين الهواة والمحترفين لكي يطوروا هذه التقنيات بطريقتهم الخاصة، وهذا يجعلنا
أن نتواصل مع الجالية بطريقة أفضل وأن نحسن من تقنياتنا. And now we have started to implement everything on Microsoft environment. However, we have to move in the Android and iOS environments as well, because we want to make the cloud accessible by any device or any operating system. والآن كل هذه التقنيات موجودة على المناخ المبني من شركة مايكروسوفت، ولكن سوف نطورها لكي تكون مستخدمة في المناخات الأخرى مثل المستخدمة من قبل كمبيوترات أخرى أو من أنظمة أخرى أيضا. I really wanted to show you the live demonstration of the Lucy platform, which is cloud-based and allow you to see all the services that are built in for free of charge to any user. But you can see how broadband is important to in order to allow these services. كان بودي أن. Sorry. Okay. كان بودي أن أوريكم عرضا حي لهذه المبادرة الذي هي يعني متوفرة بطريقة مجانية ولديها خدمات كثيرة، ولكن أأمل أن سوف الآن نذهب إلى استراحة قصيرة، وربما في الاستراحة يمكننا أن نعيد تواصلنا مع شبكة الإنترنت، وبإمكاني أن أوريكم هذه التقنيات. Thank you very much and apologies for the technical. شكرا جزيلا وأعتذر عن المشاكل التقنية. Thank you. Thank you, Claudio. We had really hoped that we could take some questions, but we're running out of time. But what we could do is, you can feel free to drop by the Mazda stand and the Microsoft stand also, if you would like to ask any questions regarding what was discussed today. And also, we have working internet over there, so if you would like to see the cloud-based solution, we could give a demo over there. We are going to have a short 15-minute coffee break now. نعتذر لعدم توفر الوقت لكي تتاح الفرصة للأسئلة والأجوبة، ولكن كل المتحدثين سوف يكونوا متواجدين في معرض مركز مدى أو مكان مركز مدى في المعرض ومكان مايكروسوفت، الذي هو طبعا بعد أن ننهي نقاشنا اليوم الكل مدعوين لزيارة المعرض الذي تجد فيه عدد كبير من التقنيات. ولكن الآن سوف نأخذ استراحة لمدة ربع ساعة، هناك الشاي والقهوة والمأكولات الخفيفة على جهة اليمين هناك في المكان في الزاوية، وشكرا جزيلا ونراكم بعد ربع ساعة إن شاء الله.